ها والله انك بنت حلال، توني كنت بين لك. على فكره انا مو بدايم عندي القدره على الصبر، واحيانا كثير يخلص صبري بسرعه. ايه موضوعك وايد سهل اذا من ناحيه الصبر والتحمل، فانا قاعد شهور بالسجن صابر ومتحمل، وان شاء الله راح اساعدك على هالموضوع. عندي دوره يعني انا بعطيك كم علاج، واحد منهم انك تشربين عصير جزر كل يوم الصبح على الريج، لان يقولون انه ينظف الكبد، وانا الصراحه خايف ان كبدك تنبض. وبعدين انا صار لي كم يوم يعني هني ما طولت للحين، فخليك شوي كول وريلاكس وتحملي. انت وش اللي كنت تبيه من عز الدين؟ شنو انت؟ انا مخليني خابرك ذكيه ما تنسين بسرعه. انا قايل لك انه راح اعرف من شركائك بنفسي. وانت معقول تفكر اني ممكن اشارك واحد بسيط زي عز الدين؟ معلش احنا احيانا نحتاج ان نستغل الناس اللي مثلهم عشان نلعب على فقرهم وولائهم للناس اللي مشغلينهم. وبعدين هالناس سعرهم رخيص، نقدر نشتريهم باي مبلغ. يوسف مشكلتك معي انا، فخلها معي، لا تسرح لمكان بعيد. عارف اني بديت احسدهم، شركائك اللي انت مصممه تحمينهم لاخر لحظه، بس اوعدك راح اظل وراهم لما اكشفهم واحد واحد. عاد انت خابره صبري. انت قلت لي انك كنت بتجيني عشان ايش؟ عشان تسمعني كلامك الفارغ هذا؟ لا يا معوده مو هالكلام، انا كنت جايك عشان أبي أكلمك عن ورثي. أنا كلمت المحامي إبراهيم وبيجتمع معك قريب وبيخلص معك كل الإجراءات. لا ورثي من أبوي هذا تحصيل حاصل خالصين منه. أنا كنت جايك عشان ورث هيفا اللي انحاشت مع النصاب اللي أنت جايبته. ورثك من هيفا؟ إيه، مو أنت قلتي لي إنها هي باعتني وقبضت الثمن اللي باعتني فيه ونست تاخذه يوم انحاشت. وش تقصد المزرعة؟ ترى العقد اللي بيننا ما له أي قيمة، وانت ما بتقدر تسوي شيء فيه في غيابها. عاد والله كيفي، زوجتي وأنا وريثها الوحيد، عشان لما ترجع تجيني تطالبني فيه. ولو سمحتي أبي العقد اليوم قبل باكر.